الله أكبر الله أكبر الله أجعلنا من الشاكرين. عيد مبارك كريم على الأمة الإسلامية كاملة وعلى المغاربة فيما كانوا. وهذا اليوم هذا كيتعتبر من أفضل أيامي، وكنكون مرتاح وفرحان أكثر من الأيام العادية. وكنهني الوالدين ديالي والإخوان والمشاهدين ديال القناة ديالكم. وهذا النهار هذا كنكون أغلب مع العائلة، يعني صلة الرحيم وكل شيء، والحمد لله كيدوز دائما غالب الأحيان كيدوز بالفرحة. Je mange beaucoup de bonbons. حنا هذا اليوم يوم ديني، يوم فطر، وكنقول عيدكم مبارك سعيد. وهذا الجمع بين صلة الرحيم، بين شباب الحي، بين أطفال الحي، بين شيوخ الحي، وهذه هي خلق يكون مدابز ولا مخاصم العام كامل. هذا إن شاء الله همزة واصل باش كنجمعوا هذه العائلة، كنجمعوا هذه الإخوان، كنجمعوا الحي كامل، هاد الساكن وهاد الشباب كيتواصل مع بعضيسو، كيتحب مع بعضيسو، باش إن شاء الله كنبداو عام آخر إن شاء الله جديد، وعام آخر إن شاء الله بالصحة والعافية. وكنتمنى لكم عيد مبارك وسعيد. هذا المفاد من هذا الحفل هو صلة الرحيم. كاين واحد مجموعة ديال الناس ما شفناهمش 30 سنة ما شفناهمش هنايا، الحمد لله هما شاركونا هذه الفرحة هذه، وشاركتنا تاتوما الفرحة، زدتوا هذا الفرح على فرح، والحمد لله. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يجمعنا دائما، هذا الشمل دائما يبقى جماع، دائما نبقاو ان شاء الله في ثبات وفي اجتماع ان شاء الله الى اخر ما اخر رمق في الحياه ديالنا. وانت كتشوف على ان هذه الاستعدادات طيله الليل، وحنا كنستعدوا باش نظهروا بهذا الفرح هذا، والحمد لله نجح هذا الفرح هذا. هادشي هذا من زمان وحنا عندنا هادشي هذا، عندنا واحد التراحم في هاد الحي هذا سبحان الله، مقديم وحنا هايدا سبحان الله، عندنا واحد محبة بيناتنا، ما كتبقاش كراهية وهادي، فهمتي؟ المهم كنبارك العيد على كل شيء وعواشركم بروكة.